هو الخوف جزء من الدوافع زي ما حكينا، لكن في شغلة كتير مهم لازم نعرفها، إنه في إحنا بحياتنا جزئين، جزء أنا بقدر أسيطر عليه وجزء ما بقدر أسيطر عليه. فلما بعرف أنا الجوانب اللي بقدر أسيطر عليها ببلش إني أتحكم فيها وأعملها. زي مثلاً أنا بقدر أسيطر على إني ألتزم بالتعليمات، بقدر أسيطر إني شو أعمل أشياء مثلاً ممتعة في البيت، بقدر أسيطر على إني أحافظ على التباعد الاجتماعي، بقدر أسيطر على كيف إني أتعامل مع الناس بعملي بالسوق بالبيت بالمدرسة وغير ذلك. الجانب الآخر ما بقدر أسيطر عليه إنه ردة فعل الناس، التعليمات اللي عم تطلع كل يوم مثلاً من الحكومة، هذا الموضوع لإمتى راح يستمر، قديش مدته، هل الناس عم بيلتزموا بالمطلوب منهم أو لا. فأنا إذا ركزت على نفسي واعتمدت إنه أنا إذا كنت ملتزم أو يعني درت بالي على الجوانب اللي بقدر أسيطر عليها، كل واحد فينا قال أنا بدي أبلش، معناته إحنا هيك كل المجتمع طلع من فردية للعيلة للمحيط المجتمعي الأكبر تبعه.